مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، وتزامنا مع قرار السلطات الجزائرية بفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، وقع المغرب وكازاخستان يوم أمس الخميس في نيويورك اتفاقية لإعفاء من التأشيرة. ووقع الاتفاقية كل من ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومراد نورتلو وزير خارجية كازاخستان عقب مباحثات أجريها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وجرت هذه المباحثات بين بوريطة ونورتلو على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتقع كازاخستان وسط آسيا وأوروبا الشرقية، وهي تاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. عاصمتها الحالية هي نور السلطان، ولغتها الرسمية هي الكازاخية والروسية. وتتميز البلاد بتنوع جغرافي واسع يشمل السهول الشاسعة والجبال والبحيرات. تاريخيا كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي حتى استقلالها في عام 1991. اقتصاد كازاخستان يعتمد بشكل كبير على مواردها الطبيعية، حيث تعد واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط والمعادن في العالم، كما تسعى إلى تنويع اقتصادها والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية. الشعب الكازاخي يتسم بثقافته الغنية التي تمتزج فيها التقاليد البدوية مع التأثيرات الروسية والإسلامية، مما يجعل كازاخستان وجهة فريدة للثقافة والتاريخ. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.